السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمهات لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي فنون الطبخ مع سناء الفاسية. اليوم الأمهات الجميلات إن شاء الله بإذن الله غادي نديروا واحد الحلوة كتجي هشيشة وبنينة بزاف، ما تشبعوش منها بنكهة القهوة، كتجي غزالة البنات. غادي نبداو مع المكونات إن شاء الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق، عندي هنايا واحد المعلقة كبيرة ديال النشا، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكوك اللي طحنته، عندي هنا معلقه كبيره ديال الحليب غبره، عندي هنايا السمسم الابيض الزنجل انا البنات للتزيين، عندي هنايا واحد 80 غرام ديال الزبده، عندي هنايا واحد جوج معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو المر من النوعيه الجيده، عندي هنايا واحد 80 غرام ديال السكر الثقيل، عندي هنا معلقه صغيره ديال القهوه، عندي هنايا واحد ربع كاس ديال الزيت ديال العنبه، عندي هنايا بيض بيضه حتى هو غادي نزين به، وعندي هنايا صفر ديال البيضه، المهم بيضه صفر غادي نديرها مع العجينه، والبيض غادي غنزين به هو والزنجله الابيض. غادي نبداو البنات على بركه الله. دابا البنات غادي نضيفوا هاد الزبده، هاد الزبده درت الزبده ديال الطاسه، نضيفوا هاد ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال العنبه، غادي نضيفو هاد السكر الثقيل، نخدمو البنات هاد الشي مزيان، نخدموها مزيان حتى تذوب الزبده. نضيفوا هذه المعلقه صغيره ديال نسكافيه بحر الدبونه حتى هي نخدموها في الاول. صفر بيضه، زدت البنات واحد رشيشه ديال الملحه، البنات كتجي هاد الحلوه هشيشه كتدوب في الفم غزاله. نضيفو معلقه كبيره ديال الكوك، معلقه كبيره ديال الكوك انتما البنات، نضيفو معلقه كبيره ديال الحليب بودره، نضيفو معلقه كبيره ديال النشا، جوج معلقه ونص ديال الكاكاو. ضروري البنات ديروا الكاكاو هو الاول قبل من الطحين، كتعرفوا الكاكاو بانه كينشف لنا العجينه، نضيفوه هو الاول قبل من الطحين، عاد نبقاو نضيفوا الطحين. الطحين هنا انا درت حتى حدايا 250 غرام، ولكن انا نقول لكم شحال دخلات لي، يمكن ادخل 200 غرام، يمكن ادخل قل، كنمزجو هادشي مزيان البنات. ثم كيبقاش تبان، كيولي كلشي اسود. بغا نضيفو الدقيق شويه بشويش، بنضيفو الدقيق البنات. كنصحكم ديما الكاكاو ديرو قبل من الدقيق، لان هاد الحلوه كتبغي تجي هشيشه، ما كتبغيش كتبغي تبقى رطبه، يعني رطب من الحلوه ديال الصابلي. كما قلت لكم غير شويه بشويش البنات، لان هاد الحلوه كتبغي تجي هشيشه. مع هاد المقادير اللي عطيتكم انا في التالي ملي غنجمع نقول لكم شحال دخلت لي ديال الطحين، واش داك 250 غرام كامله. ثم البنات من بعد ما جمعتها كتجي القوام ديالها ملس رطب، كتجي عاطيه واحد لابغيونس البنات، داك لابغيونس هي اللي كتبين بان القوام ديالها هكا خصو يكون، يعني ما خصهاش تجي قاصحه، كتجي ملسه. يلا البنات خليكم معايا. دابا البنات غنبقى ندير كويورات اللي فيهم 12 غرام،
هادي فيها 11، 12 غرام البنات، ونحربل حتى نسالي هاد الكميه. البنات 250 غرام ديال الدقيق، راه كتحط كميه لا باس بها، كميه وفيره 12 غرام، كلهم على قياس 12 غرام. كيجي البنات الشكل ديالها ولا المذاقها كيجي غزال وبنينه بزاف، كتجي هشيشه. نستمر البنات هكا، نستمر على هاد هكا حتى كنسالي هاد الحليبلات كاملين اللي عندي. كملتهم بالتحربيل، درت 12 غرام في كل حبيبه، عطاتنا 45 حبه، يعني كتحط واحد الكميه بالنسبه للبنات الدقيق دخلت لي 225 غرام، 225 غرام يعني بقات لي 25 غرام، ما دخلت ليش 250 كامله، بقات منها 25 غرام. بعض المرات البنات راه كتدخلي 250 غرام كامله على حسب الكميه، على حسب البيضه الحجم ديالها وعلى حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. دابا البنات غادي نبداو على بركه الله باش نحربلها في الجنجل البيض، وعندي هنايا بيض ديال البيضه نكربو مزيان. غادي نبدا البنات ندير داك الكويرات فيها ونهز ونحط في الطبسيل. حاول البنات كلهم يتلبسوا بيض البيض باش يلصقنا فيه داك الزنجلان. حاولوا تقطروها داك البيض البيض، ضروري البنات من البيض البيض لانه هو اللي كيخلي داك الزنجله لاصق فيها. دابا الا ما درتوش بيض البيض دابا ملي كتصوبو كيلصق فيها، ولكن راه منين كطيب كيبقى يتحتت منها كيبقاش لاصق فيها، ضروري من بيض البيض هذه المرحله هذه ضروري منها. دابا غادي نبدا تنسالي هاد الكويرات كاملين بالبيض البيض، وغنولي نبدا بالحبه الاولى، يعني خصها تنشف شويش على ما نكملهم، راه تكون نشفات واحد شويش من البيض البيض باش ما تهزناش كميه وفيره ديال الزنجله الابيض. نستمر البنات هكا حتى نسالي هاد الحبيبات هادو كاملين والبيض البيض. هانتوما معايا. من بعد البنات ما لبستها كامله بالبيض البيض، غادي دابا نديرها بالجنجلان. عندي هاد المول ديال السيليكون هذا ديال هاد الكور الصغار، كيجي فيه روعه البنات. غادي نبدا البنات نحربلو في الجنجلان مزيان، نحطو في هاد المول، ضغطوا البنات على المول مزيان. قدوه مزيان باش يجي على شكل كوب مزيان. غنستمر البنات هكا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. راني دابا مسخنه الفران على نار مهيله ما جهدتش عليه، اللي يدوا بوحدو البنات ضروري حربلهم كاملين في الجنجلان عادي يحطهم. ما نساوش البنات نهزوا واحد شويه الجنجلان ونرشوه تفاديا باش ما يلصقوناش، انا ما نطيبهمش انا في السيليكون، انا غير غادي نعطيهم داك الشكل ديال القلب وغادي هذا. دابا البنات غادي على بركه الله غنبقى نخدمهم، نعمر هذا السيليكون. ضروري تعطيهم داك الشكل ديال القلب. هانتوما البنات من بعد ما عمرتو البنات، لا يخليكم ديروا غير 10 غرام، لانني انا ما درتش بحساب الزنجلان،
الزنجله الابيض راه شويه جاتني عاليه، نديرو غير 10 غرام. هانتوما البنات من بعد ما عمرتها غادي نزولها، كما البنات كتزول بكل سهوله. البنات الله يخليكم ديروا غير 10 غرام، انا ما درتش بحساب الزنجله الابيض لانني عبرتها انه بالاولى جاتني شام 12 غرام، دابا ديروا غير 10 غرام باش ما تجيكمش طالعه شويش. غادي نبدا البنات نزولها من القوالب السيليكون، هانتوما كتجي غزاله، الشكل ديالها راقي هانتوما البنات. ضروري ديروا شويه ديال داك الزنجله البيض ترشوه في قالب السيليكون قبل ما تبداو تشكلوا، انا ضروري تمشي تلصق لكم شويه. ماشي البنات بالضروري ديروها في هذا المول السيليكون، يمكن ديروهم في المول ديال المعمول ولا شي سيليكون بشي نوع اخر مدور ولا مربع، كتجي روعه روعه. صافي البنات كنستمر كنزولها من هنا، انا ديجا راني شاعله الفران، غادي نردها نبقى واحد العشرة دقائق الفران سخون، صافي كتكون جاهزه البنات، لان هي اللون ديالها اسود ما كيبالكمش واش طايبه ولا لا، هي راه كتبقى فتيه حتى كتخرج عاد كتقبض راسها شويه. من بعد ما ساليتهم كانت هذه هي النتيجه، دابا غادي ندخلهم ان شاء الله للفران. اللي قلت لكم كنت مسخناه من قبل على نار مهيله، دابا البنات غادي ندخلهم ونقص النار حتى يطيبوا، خليكم معايا. البنات بالنسبه باش غادي نزوقها، عندي هنا جوج معالق كبار ديال نسلي كاراميل، معلقه ديال الجليكوز كبيره، معلقه صغيره ديال سنيده. هذه البنات غادي نخليهم حتى يذوبوا، نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا. بالنسبه تقولوا لي علاش زدتي سنيده وزدتي الكريم زدتي الجليكوز، هي باش يعقد لي شويه داك الكراميل، باش واخا تحركوا الحلوى كيبقى قابط بلاصتو. ملي كديروا غير الكراميل بوحدو يعني ما كتكونش قابطه مزيان راسها، حتى الزواق ديالها ما كيجيش في منظر زوين. غادي نحركوا البنات مزيان تيتجانسوا لي مزيان، نخليه يبرد غير واحد شويش ونبدا نزوق. يديكم يتحرك البنات باش ما تحرق لكم داك سنيده. هما البنات حتى كيبقاو يغليو هكا صافي، وغادي تطفي عليها. كيكون القوام ديالو على هذا الشكل كنخليوه البنات يبرد، يعني حتى كيولي سائل ما كيبقاش داك التكتلات ديال داك ديال نسلي كراميل. نبردوه شويش وانتم معايا البنات باش نزوقوه. من بعد البنات ما خرجات من الفران وبردات، هانتوما البنات كتجي على هذا الشكل، كتجي فتيه البنات وغزاله هشيشه. ثم البنات ما كتجيش محمره، داك الجنجله البيض كيبقى بيض ما خصوش كاع يتحمر باش كيجي المنظر ديالها زوين. نبداو البنات نزوقها من بعد ما عمرت هاد لاسيرينغ بداك الكراميل، نبداو نزوقوها هكا. يعني داك الكراميل نعطيو على شكل داك القليب اللي راه لداخل، نعمروها على هذا الشكل. تقولنا البنات كتجي لذيذه، كتجي المنظر ديالها غزال. نستمر البنات هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، هكا غادي نعمرها نكمل هذه الكميه اللي عندي. وخليكم معايا هانتوما البنات، كما قلت لكم ملي كديروا له داك شويج ديال سنيده والجليكوز، هانتوما واخا كتقلبوه كيبقى قابط راسو داك الكراميل، كيجي البنات الشكل ديالها غزاله وكتجي بنينه بزاف بزاف. من بعد البنات ما ساليت كانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال هذا الشكل ديالنا، كيجي غزاله وهشيشه البنات، روعه روعه روعه، كتجي هشيشه وحتى المنظر ديالها زوين. مازال البنات الا بغيتوا تزوقوها تزيدوا شي عقيقه من فوق داك الكراميل، انا هكا الزوق اللي كندير لها.
الى عجبكم البنات الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بجيم، وخليوا لي كومونتير وبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاهل والاحباب لكي تعم الفائده. شكرا البنات على تشجيعاتكم، شكرا على الكومونتيرات ديالكم الزوينه، انا كنشكركم بزاف 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 البنات. وهاد الحليوه كتستحق الصراحه تجربه، لانها ما فيهاش شي مقادير كثار، وكتحط كميه وفيره يعني 225 غرام ديال الدقيق و80 غرام ديال الزبده، حطات لنا 45 حبه، يعني كتجي يعني كميه وفيره، كتجي لا في المنظر ولا كل شيء زوينه البنات. السلام عليكم البنات.